من القصص الجميلة قصة سواد في غزوة بدر نفسها، عندما صف الجيش الجميع كان مصطف في الجيش، ولكن سواد كان فارق عن الجيش. فالرسول عليه الصلاة والسلام بالنصل في بطن سواد عشان يعدل الصف. فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أوجعتني يا رسول الله، أريد أن أقتص. يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: شوف تفكر معايا كيف الموقف. يقول له: أريد أن أقتص يا رسول الله. فكشف الرسول عليه الصلاة والسلام عن بطنه. تخيل، بعض الصحابة غضب طبعا من هذا الموقف. تتخيل سواد مرق بوجهه في بطن الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الاقتصاص. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لماذا يا سواد؟ قال: أريد أن يأتي جلدي على جلدك قبل أن أتوفى، قبل أن أتوفى في الغزوة. شوف يا أخي، شوف جمال الذكاء، كيف ذكاء ذكاء والحب، حب الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخي موقف جميل. هذا مو من فراغ، هذا مو من فراغ. هم ترى الصحابة سبحان الله كانت علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مو إنه والله بس اللهم صل عليه وسلم، ترى هم أحبوه حب عظيم، لأنه هو جاهم يعني بالرحمة بالتعامل. هو حتى من ترى كفار قريش الرحمة المهداة، كانوا ترى في قرارات أنفسهم عارفين إنه هذا حق، ترى في داخلهم عارفين وكانوا يحبون.